الو حبايب قلبي، شخباركم؟ عساكم طيبين. اليوم راح اسوي وياكم اخر هبات التيك توك، يعني اخر شيء طاحت عليه عيني في التيك توك. وجهزوا قهوتكم لان الفيديو راح يكون حلو وممتع، ويلا نبدا على طول. اول شيء راح اسويه ترند اوراق الهش. اني بوراق الهش انا راح احشيها لبنه زيتون. شوف كيف الطريقه بنات، اني بحبه منها ونقسمها، يوم قصناها شوي شوي لأنها بسرعة تتكسر. وحين نجهز زيت حار، اسمعوا الصوت وياي بنات، اسمعوا الصوت، أحسن شي الصوت. على طول شلوها، لا تخلوها تحمى نفس ما سويت في البداية، أنا عايبني الصوت مستمتعة فيه. عقبها شنو؟ نشيها لبنة وزيتون، تبون طماط، تبون نعناع، شكلها صح ما يشجع صح؟ بس يوم دقتها بنات رهيبة رهيبة، فنانة فنانة، حتى البقايا هذي تحت كلوه 100% راح تعجبكم، جربوها 10 من 10. والله لو في عدد أكثر راح أعطيها. من أغرب الترندات اللي شفتها في حياتي، ومتأكدة إن طعمها ما راح يكون حلو، اللي هو الأيس كريم وزيت زيتون وملح. طبعا أكيد ما راح يطلع حلو، فأخذت كمية قليلة جدا، بس قلت إلا أجرب، يعني بعرف شو الناس شايفين فيها، هل اللي فكر فيها وين كان عقله. أبدا بنات 0 من 10، راح تجربها. هني راح أجرب ترند المارشميلو، وايد هابين فيه الأجانب والعرب. اللي نحتاجه بس هالمكونين، تخيلوا بنات، إني بظرف الجلي أي نوع تحبونه، ونحط 100 ملي ماي حار، 100 ملي، والتم نخفق ليه أخفقه وايد، يحتاج يمكن 10 دقايق. عقب اني بايركس ونصب في البسكوت، ونصب عليه خليط اللي طلعه ويانا، ريحته الجنة، ريحة رمضان. اللهم بلغنا رمضان ان شاء الله، لا فاقدين ولا مفقودين. عقبها نحط عليه طبقات البسكوت، وعلى الثلاجة. بعد ما طلعنا من الثلاجة شكله يحمس والله، كياته كياته. الحين نطلع حبة قصة الأطراف عشان يطلع شكلها مرتب. واي بنات يوكي. عجيب عجيب، والطعم روعة بنات، متجانس رهيبة صراحة، وكل البيت عيبت وما تبت منها شيء. جربوها بنات 10 من 10، طريقة السهنة مضبوطة ما شاء الله، جربوها. وهني ترند الباستا المقلية بنات، باستا مقلية اللي نحتاج بس باستا، بعد ما نفورها نحط عليها شوية طحين، عقب على زيت حار نحط الباستا. أو أن طعمها راح يكون نفس البطاط، أو أن اللي ما عنده بطاط يعوضه بالباستا المقلية. فحطيت كاتشب، أو أني ما أعاملها معاملة البطاطا هندو علي، لكن يا بنات البطاطا بسكة وهي بسكة، أبدا أبدا مو حلو الصراحة، يعني أعطيها 3 من 10 ولا راح أكررها. تميت أتغصب فيها يعني، وأنا أوديها حرام، فكلت منها كمية. هني يجربون المخلل مع تشيتوز أو التاكيز، أنا راح أجرب اليوم مع التاكيز. حاديني بالمخلل ونفتت التاكيز ونحطه عليه من فوق، أحس الخلط راح يكون حلو، حار وحامض نفس ما توقعت، رهيب 10 من 10 بنات، عجيب صراحة، أحس ويا الشيتوز بعد بيكون أحلى، جربوا. هني راح نسوي ترند السينابون اللي في الصمون، اللي انتشر بشكل مو طبيعي، اللي نحتاجه صمون وحليب مركز وقرفة وسكر زبدة مذوبينها، تمام؟ أول شيء نجيب الصمون ونقسمه قسمين، عقب نفرد حبة حبة بالطريقة هذه. بعد ما فردنا الصمون كله، نجيب حبة حبة وندهنها أول شيء بالزبدة،
عقب نرش عليها شوية سكر، عقب نرش عليها شوية قرفة، ونكرر العملية حق كل الصمونات الباقية. تمام بنات، وحين الهندسة بنات، هني الهندسة تلفونها بالطريقة هذه، حبة داخل حبة، حبة داخل حبة. عقب تجيبون كوب نقدر ندخلها الميكروويف، تمام الحبة ندخلها 4 دقايق، واني عقب ما طلعناها امرش عليها حليب مركز، وانا رشيت عليها كاكاو بودرة ورشيت عليها قرفة. انتوا شو اللي تبونه، تبون هير شي، تبون اللي تبونه حطوه. لكن هني كانت الصدمة، وايد قاسية وايد يابسة، لأن حضرتي حطيت 4 دقايق، المفروض أتوقع بس دقيقة تكفي. اللي أنا أشوفه في الترندات لينة وفنانة، لكن والله بنات ما أقص عليكم، منها فنانة وهي يابسة مبرمشة، ما خلصت كلها ما تم منها شيء، حاولت فيها بكل الطرق يا ناس ما تنفع. المهم حطوها دقيقة، صدقوني راح تطلع حلوة، راح أكررها إن شاء الله بس بوقت أقل عن 4 دقايق. جربوها تستاهل تجربة، نكهتها رهيبة وسهلة. أحس وايدين ياكلون الكاكاو ويا الزعتر، وأنا أشوف هالوصفة من زمان فقلت بتجرب. حطيت كمية قليلة لأن توقعت إني ما راح تكون حلوة، فذوبت الكاكاو نص ما تشوفون ونوزعها على ورق زبدة، دوار زهار زهار. عقب ما نخلص أمرش عليها من فوق الزعتر. عقب بنحطه في الثلاجة لين يجمد، وهني بعد ما طلعناه بس ما تشوفون كمية قليلة. هاف باي يبني نفس الباستا، وهذا كان شكله صراحة حلو شكله، كنا جاهز. أوه هذا المفروض اللي أزيد منه، والله رهيب بنات رهيب، جربوه. الزعتر ويا الكاكاو شي خيال، الطعم رهيب، الملوحة والسكر. يا ريتني زيدت الكمية، 10 من 10 بنات جربوا. وهني لقيت وصفة حلوة ببسكوت التك، فاللي نحتاجه لبنة والمحلل ها أهم شيء. طبعا كانت الكاميرا ما تصور اللي سويته، خلطت المحلل بعد ما قطعت صغار ويا اللبنة وحشيته في البسكوت بالطريقة هذه. أقبل على طرف بنات شو نحطي، بقدونس اللي باش بنت يحطش بنت، أنا ما كان متوفر وياي. وهذا شكله، شكله صراحة حلو، ينفع المقبلات والطعم رهيب رهيب، متناسق صراحة، حبيت حبيت صراحة، 10 من 10 بنات على طول، هذا ضروري تجربونه. وهذه وردة لكل من يدعمني بزر اللايك، ونشوفكم على خير حبايبي في الفيديو الجاي.